أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد وشواهد. هي فعليا الحلقة الأخيرة من هذا المشوار مع الكاتب والباحث السياسي المعروف الأستاذ وليد الزبيدي. طوال حلقات مرت عديدة عرضناها على حضراتكم، كان الأستاذ وليد يتحدث لنا عن رؤيته أو شهادته، يدلي بشهادته عن سنوات الاحتلال التي مرت على العراقيين، عن هذه الكارثة الكبيرة، ما الذي شاهده، ما الذي سمعه، ما الذي تعاطى معه. كانت حلقات حقيقة مليئة بالأحداث اللي يعني أغنت تاريخ العراق أو وضعت جزء من تاريخ العراق أمام العراقيين بصورة واضحة ودقيقة، ودلت على المستقبل. مثل ما قلنا في أول حلقة ونحن نستقبل الأستاذ وليد الزبيدي، قلنا أننا نسجل، ننير لطريق المستقبل في هذه الحلقات، ولسنا نتكلم عن ماضي فقط. هذه الحلقة الأخيرة سنتكلم بها عن بعض ما كنا قد تحدثنا به في الحلقة الماضية. دعوني أولا أستقبل ضيفي وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ وليد. أهلا ومرحبا. كانت رحلة طويلة حقيقة وجميلة، وأنا يعني استمتعت بها حقيقة، ونحن نتحدث عن هذا التاريخ فيه الكثير من المآسي وفيه الكثير من الكوارث، لكن فيه الكثير من الوجوه أو الإضاءات الكبيرة. ولعل المقاومة العراقية والمناهضة للاحتلال كانت لها رايات عالية في هذا التاريخ، وسيسجلها التاريخ من خلال رواية حضرتك ورواية الكثير من الناس الوطنيين المخلصين لهذا البلد، ستسجل لهم هذه المآثر. أستاذ وليد، في هذه الحلقة أريد أن نتحدث ربما عن محورين مهمين. الأول نستكمل به ما بدأناه في حلقات سابقة، كانت من المفارقات الكبيرة في العراق الحقيقة، في تجربة العراق الآن وما زالت مستمرة، أن قوى المقاومة العراقية ظلت بلا غطاء، ظلت تعتمد على نفسها فقط وعلى إمكاناتها الذاتية، لم يعاونها أحد في مواجهتها لأقوى قوة في العالم، لأقوى جيوش العالم، وأقوى تخطيط ولوجستي وخدمات، واجهتها بأسلحتها الخفيفة بأسلحتها القديمة، واستطاعت أن تكلفها مثلما تحدث خسائر كبيرة جدا جدا في الحلقة الماضية، كنت أتحدث عن الخسائر. لكن ظلت هذه القوى الخيرة الطيبة اللي يعني وضعت بصمتها على تاريخ العراق بصمة نظيفة وجميلة ورائعة، ورفعت رأس العراقيين، ظلت توسم بالإرهاب لحد هذه اللحظة. كلما جاءوا بذكرها يقولون إرهاب ويحاولون خلط الأوراق، فضلا عن قوى المناهضة للاحتلال ظلت أيضا بلا غطاء، ليس مثل ما كانوا يسمون قوى المعارضة قبل 2003، رعتها كل الدول واستخدمتها كل الدول وجاءت بها وما زالت ترعاها. كيف ترى هذا الأمر الآن بعد كل هذه التجربة المريرة من أيام الاحتلال ومن أيام النضال والجهاد القوى المناهضة للاحتلال وقوى المقاومة؟ بالتأكيد كثير من الشخصيات العراقية الوطنية اندفعت وحاولت أن تكون في واجهة القوى المناهضة للاحتلال، ولكن تفضلت حضرتك وتحدثت عن المعارضة السابقة. المعارضة السابقة أو ما يسمى هكذا لأنها كانت تخدم المشروع الأمريكي في العراق، فكانت لها الأولوية والدعم من أمريكا ودول العالم وحتى الدول العربية، كثير من الدول العربية كانت تدعم هذه المعارضة، والدعم بإقامة مؤتمرات وأيضا وسائل إعلام، إنشاء وسائل إعلام وإذاعات وصحف، ودعمهم في كل الأموال وغير ذلك. الذي حصل المعضلة الكبيرة أمام القوى والشخصيات المناهضة للاحتلال الأمريكي ومشروع السياسي في العراق أن هذه تعمل بالضد من المشروع الأمريكي، ولهذا دائما هناك تقييد، هناك مطاردة، هناك تضييق على هذه القوى،
وأعتقد يعني عملت ما تستطيع وأدت، لكن بقيت تجربتها ضعيفة في عنوان عريض وواسع ومتشعب وعميق اسم المعارضة. وأنا أعتقد يعني الخلل ليس فيها. في كل عمل سياسي تعرف حضرتك أنه العمل السياسي مثل العمل الإداري ينضج بالتجربة ويزداد فاعليته وأهميته. المعارضة العراقية بسبب التضييق عليها وعدم فسح مجال وفتح نوافذ أمامها بقيت عبارة عن تصريحات وبيانات ومواقف. والجانب الإداري لنقل الذي يحصل بالمماحكة ومعرفة الخطوة اللاحقة شبه غائبة كانت، ولأنه يعني ليس أمامهم أفق فهذا حصل. دا مرينا على مؤتمرين للمعارضة العراقية يمكن أن يؤكد ما ذهبت أو بدأت به. في صيف عام 2007 جرى تحرك لعقد مؤتمر المعارضة العراقية في دمشق في سوريا، تحديدا في بداية تموز 2007. وهذا دعيت إلى كل العناوين في المعارضة العراقية، التيار القومي مدعو إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، هيئة علماء المسلمين، المدرسة الخالصية، المؤتمر التأسيسي، المرجع الديني فاضل المالكي من إيران، وعناوين أخرى كثيرة. وجرت اجتماعات تحضيرية ثلاثة أيام لتهيئ البرنامج لهذا المؤتمر. ولو عقد ذلك المؤتمر أنا أعتقد كان أسس واجهة عريضة وبدأت خطوات عملية، وتفاءل الكثيرون بذلك المؤتمر أنه سيكون بداية متميزة لأنه يجمع كل الأطراف وأيضا يؤسس لخطوات لاحقة. ويعني أذكر أنا بأنه في اليوم الثالث من الاجتماعات كانوا يجتمعون في اجتماعات تحضيرية كانوا يجتمعون في فندق صحارى في دمشق، في ريف دمشق. أعتقد فقط السيد فاضل مالكي ما قدر يجي، والبقية كل الأطراف كانوا يجتمعون، ممثلي حزب البعث، الشيخ حارث الضاري، الشيخ جواد الخالصي، وأيضا من التيار القومي دكتور خير الدين حسيب، وأظن دكتور عبد الكريم هاني وآخرين وقوى مستقلة. نعم. في اليوم الثالث اتصل بي الدكتور خضير المرشدي المتحدث باسم حزب البعث، أنا كنت في سوريا، وطلب أنه نلتقي في مقهى، وكان يعني معي في عند الاتصال الأستاذ نزار السامرائي، الدكتور نزار السامرائي الكاتب والباحث السياسي الوطني المعروف، والأستاذ فاضل ربيع الباحث، والأستاذ زياد النجد الإعلامي والصحفي السوري. وذهبنا حقيقة ما كنت أعرف شي يريد دكتور خضير، وتبين أنه وضعوا خطوات يعني مهمة للمؤتمر لاحقا. فقال يعني أخبرني بأنه هو ينقل رغبة اللجنة التحضيرية أن يعني أحالوا إلي أو كلفوني بأنه أكون المتحدث الرسمي والمسؤول عن إدارة المؤتمر، إدارة المؤتمر والنشاطات اللاحقة. في حقيقة أنا اعتذرت منه، اعتذرت قلت له أشكرك وأنا أعتقد يعني عندي التزامات أخرى، وحاولت أن أتملص من الموضوع. مساء زرت الشيخ حارث الضاري رحمه الله، كان في وقتها ساكن يعني جاي لدمشق يحضر، كانت إقامته في عمان، وجالسين. فقلت له اليوم تفاجأت شيخ، وأنا حقيقة كنت أريد يعينني حتى أخرج من هاي المسؤولية. تفاجأت أنه الدكتور خضير المرشدي فاجأني بهذا الموضوع. فأيضا تفاجأت لأنه شيخ حارث قال لي نعم الإجماع وقع عليك فقط. يعني حاولت بأي طريقة، قلت له شيخ أنا حتى ما أعرف البرنامج، يعني ما مشارك، يعني ما أعرف البرنامج السياسي
فكان الدكتور عامر العقيلي مدير مكتب الهيئة قال له عن حضر لك اياها هاي البرنامج السياسي واعطاني اياها. هو طبعا ثاني يوم حدث شيء يعني مزعج وبالنسبة لي مفرح، انه تم تدخل من اطراف خارجية والغي هذا المؤتمر. تدخل عند الحكومة السورية؟ نعم، لإيقاف هذا المؤتمر، ألغي المؤتمر. وهذا يؤكد أنه كان هناك قرار أمريكي بعدم السماح للمعارضة العراقية من تبدأ خطواتها العملية وممكن تنضج وتحقق مشروع آخر. خلال سنواتها الممتدة من 2007 ويعني هيئة علماء المسلمين وأطراف أخرى حاولوا إقامة مؤتمرات، لكن لم تحصل موافقة في أي دولة عربية على إقامة مؤتمر للقوى المناهضة للاحتلال، وهذه كان حقيقة مشكلة. في عام 2014 بعد سيطرة تنظيم الدولة في حزيران 2014 على مدينة الموصل، فوجئت القوى المعارضة في عمان وخارج عمان بدعوة لعقد مؤتمر للمعارضة العراقية، وكان مباشرة بعد أحداث الموصل، وأظن بحدود 300 شخصية شاركوا في المؤتمر. ووجهت إلي دعوة أني واعتذرت عن الحضور، عن حضور هذا المؤتمر. لماذا؟ فأنا تحدثت عن هذا الموضوع لاحقا، سئلت وتحدثت. الحقيقة المؤتمر يعني يجب أن تقرأ في سياقين أي مؤتمر من هذا النوع. السياق، هل حصل رعاية للمعارضة العراقية قبل ذلك التاريخ أم تضييق؟ في كل الأماكن كان تضييق، لا تحدثنا الآن. السياق الآخر في المستقبل، ما المطلوب من هذا المؤتمر؟ فقراءتي كانت أنه هذا المؤتمر يعني أرادته الولايات المتحدة. أمريكا صارت عندها أزمة كبيرة بعد سيطرة تنظيم الدولة على مناطق كثيرة من العراق، لأن كان تصورها حسب ما نقلهم المالكي من قناعات أن المالكي بسط السيطرة على كل العراق صورة مطلقة، فكانت مفاجأة هذه وخيبة كبيرة أن تظهر قوة أخرى وتفتك بالأمن بالعراق. فكانت قناعتي أنه الأمريكان جمعوا المعارضة كعناوين أو أشخاص وكانوا يراقبون وقائع هذا المؤتمر، وبعد ذلك سيتصلون بأغلب هؤلاء من يعتقدون بأنه له تأثير على الأرض، يتصلون به لدعمه أو تشكيل قوة لكي تحارب تنظيم الدولة. وهذا الأمر بالمحصلة يعني يستعيد في أذهاننا أو يعيد في أذهاننا صورة ما حصل في الصحوات عام 2006 و2007، بمعنى أنه أنت كقوة معارضة يراد منك أن توظف لخدمة المشروع الأمريكي. إذن لم يكن مؤتمرا للمعارضة بالمعنى الحقيقي. هذا النتيجة وحصل اللي توقعته، والذي حصل الأمر الآخر أعود إلى عدم وجود تجربة، أن الشخصيات التي حضرت كانوا يتنافسون من يظهر على المنصة أو يظهر أمام الكاميرا، في حين المعارض الحقيقي أن يكون في الخلف، أن يضع خطط، يضع برامج، يوسع من عمل المعارضة، ينشط من أجنحتها الإعلامية، يعني كل أنواع العمل الذي هو واضع في برنامج مشروع. فهذه التجربتين تؤكد بأن المعارضة العراقية للأسف كان مضيق عليها ولم يسمح لها بأن تعمل وتتفاعل وتنشط وتتدرب على العمل المعارض، خلاف ما حصلت عليه المعارضة السابقة ومعارضات أخرى في نفس الفترة. الآن معارضات أخرى ظهرت في دول عربية لها رعاية دولية ورعاية عربية، إلا القوى المناهضة للمشروع في العراق. مثل ما تحدثنا أستاذ وليد عن القوى كقوى كتنظيمات مناهضة للاحتلال ومناهضة العملية السياسية وقوى مقاومة وفصائل مقاومة، لابد من الحديث الآن ونحن في الحلقة الأخيرة من هذا المشوار الطيب، لابد من الحديث عن المعارضة الشعبية، المقاومة الشعبية، وأقصد بها التظاهرات والاعتصامات التي بدأت في العراق. يعني شعب عانى الضيم، عانى كل الكوارث،
وفي 25 شباط 2011 مثل ما تعرف خرج الشعب إلى تظاهرات، تظاهرات عارمة، يطالب بالتغيير، يطالب بحياته، يطالب بالخدمات، يطالب بكل شيء، يطالب بوطنه كان، وجهت بالنار والحديد والاعتقالات والقتل، وكانت تجربة مؤلمة بقدر ما هي مبشرة بأن هناك وعي بدأ ينمو باتجاه. في نهاية عام 2012 عادت التظاهرات واعتصامات، وبعدها شهدنا كيف وجهت بالنار والحديد والاعتقالات والهجوم على المدن. البعض الآن يتحدث إن من هجروا نحو 5 ملايين نازح عن بيوتهم الآن، كانت بداياتها من هذا الاعتصامات، كانت من هذا من هذه التظاهرات. البعض يتهمها بالفتنة والبعض يريد منها. كيف ترى الأمور أنت في هذه التظاهرات؟ هل حقيقة كانت هي السبب أم أسباب أخرى؟ كيف ترى أمور هذه التظاهرات اللي تشكل جزء من مقاومة ومناهضة العراقيين لأوضاعهم السيئة ومطالبتهم بحياتهم وببلدهم؟ حقيقة المظاهرات هي شكل من أشكال المعارضة، والمعارضة نوعان: معارضة إيجابية تحصل لمراقبة الأداء الحكومي والقوانين والأنظمة، ومعارضة أخرى تحصل بسبب الضغوطات. نعم. ضغوطات، ضعف الخدمات، فقدان الأمن. في العراق عندما ظهرت التظاهرات هي تأكيد أن هذا المشروع سيء وفاشل في العراق، وأن الأنظمة تمارس الحكومات ممارسات سيئة. ما أطلق عليه بالربيع العربي المظاهرات هو لم يبدأ في تونس كما يتردد، في الواقع بدأ في العراق. بدأ في تونس أواخر عام 2010، في 19 تموز 2010 بذلك، أي قبل 4 أشهر ونصف تقريبا، خرجت مظاهرات عارمة في مدينة البصرة وسميت مظاهرات الكهرباء. كهرباء. وقتل في تلك المظاهرات أعتقد 13 شخص وجرح العشرات برصاص الحكومة، وقمعت المظاهرات وكانت تتحرك في مدن أخرى وتم قمعها بصورة كاملة. أستاذ وليد، عذرا المقاطعة، يعني حضرتك تقول أن الربيع العربي بدأ بالعراق بهذه التظاهرات. نعم. بهذه. لكن أطراف الحكومة والعملية السياسية أيضا يقولون أن الربيع العربي لم يبدأ في تونس ولا في مصر، بدأ في العراق. متى يقولون؟ في عام 2003، عندما يعني جئنا بفجر جديد وعراق جديد وتغيير. التغيير بدأ بالربيع العربي في العراق. رؤيتين يعني احنا يا ريت لو كان فعلا ربيع، يعني لو كان بناء وتنمية ومدارس وصحة وطرق وأمن، يا ريت. يعني ما الذي يريد المواطن؟ يريد أن يرى تنمية في بلده. ولكن إذا كان هم يقولوا ربيع وملايين مشردة وملايين قتلت ومئات الآلاف في السجون لحد الآن لا أحد يعرف عنهم شيء، الفقر، يعني الأرقام مهولة، ليقولوا أعتقد عندما يقولوا هذا يفضح أنفسهم. نعم. إذن كانت تظاهرات البصرة، تظاهرات البصرة بدأت وقمعت بصورة كبيرة. ونمر من الضروري أن يعني نتحدث عن مظاهرات 25 شباط. نعم. التي كانت موجة في الوطن العربي، ولكن ما يميز مظاهرات ال 25 شباط 2011 أنه لم تخرج مظاهرات في أي بلد عربي في 52 مدينة ومحافظة كما حصلت في العراق. نعم. العراق الذي كانوا يقولون بأن مؤيدين للعملية السياسية وينتخبون السياسيين وإلى آخره، خرج أكثر من 70% 80% من العراقيين في تلك المظاهرات، من الفاو إلى زاخو، كل المحافظات. وأنا أحصيتها في وقتها 52 مدينة سقطت فيها محافظات وأقضية، فقط محافظة واحدة لم تخرج فيها مظاهرات هي دهوك. نعم.
أربيل سليمانية غيرها كلها خرجت فيها مظاهرة، وكانت هي تعبير حقيقي شعبي عفوي عن رفض الاحتلال ومناهضة مشروعه. كان هذا مؤشر. لذلك كانت الطائرات كما شاهدتم المروحيات يعني يهبطوا على مستويات واطئة في ساحة التحرير، يطيرين في مستوى منخفض فوق نعم. المتظاهرين، وكان هذا بمراقبة وإشراف السفارة الأمريكية كانت في حالة طوارئ. فهذه كانت المظاهرات، هي عراقية صميمية حقيقية، وأعطت شهادة وفاة وشهادة فعلا لمعاقبة ومحاسبة القائمين على الحكم من عام 2003 إلى ذاك الوقت ولا حد الآن. هل كانت تشكل خطوة مفاجئة لكم يعني، أم كانت خطوة طبيعية وجدتموها كنتم على استعداد للتفاعل معها بسرعة لأنها خطوة طبيعية وكانت متوقعة، أم كانت مفاجئة في ظل قمع، في ظل تضليل، في ظل قوات أمريكية، في ظل حديث عن فجر جديد، عراق جديد، قوى تشتغل بالطائفية، تمزيق، اعتقالات، تهجير، كان يعني كان من المتوقع أن تخرج هكذا تظاهرات في 52 مدينة وترفض العملية السياسية وترفض كل الرموز وتشتمهم وتتهمهم بالفساد والخراب وبأنهم جاءوا من خارج العراق ليخربوا العراق ويطالبون بخروجهم، كان هكذا الشعارات. وفي الواقع كانت مفاجئة للكثيرين. نعم. يعني في صورتها وفي حجمها. ولكن الذي كان يتابع التفاصيل الدقيقة للحياة والمآسي العراقية كان هذا متوقع. يعني في تلك الفترة وكنت أتحدث قبلها وبعدها بشكل واضح، الكثيرون يقولون وخاصة في خارج العراق أن هذه حكومة شيعية ومؤيدة من الشيعة. طيب، ما هو التأييد لسببين، أما توفر له الأمن أو توفر له الرفاهية، غير حتى أي لنفترض هناك مرض طائفي. ولكن الحياة اليومية والاجتماعية والاقتصادية في المناطق الغربية أفضل بكثير من المناطق الجنوبية. حصل الآتي وهذا كله يعرف العراقي، المناطق الغربية على أغلب مناطق زراعية، وهذه توفر يعني مصادر دخل ممتازة. الأمر الثاني، الحكومة والأمريكان اضطروا لتعيين شباب هذه المناطق في الأجهزة الأمنية، جيش وشرطة وصحوات، وهذه رواتب أيضا. فمستوى المعيشة كان في هذه المناطق أفضل من مناطق الجنوبية، ونشاهد احنا تقارير تلفزيونية وأخبار. أريد أن أتوقف عند هذه النقطة أستاذ وليد، تقول أنه تعيينهم بالجيش والشرطة رفع ما الغالبية العظمى من الجيش والشرطة كانوا من المناطق الجنوبية، وأولادهم معينين في الشرط في الجيش والشرطة، بدليل حتى الإحصاءات التي تقدم الآن من قبل الحكومة من قبل أحزابها بعد المحاصصات وحسب حسب الحجوم الكبير والصغير هذه اللي اخترعوا لناها بعد أكثر من 90% من الجيش من مكون واحد، والقوى الشرطة والأمن من مكون واحد، فأولادهم بالتأكيد من الأولاد الجنوب المقهور المذبوح، ما يسمونهم بالشيعة يعني إذا جاز لنا التعبير بهذا الشكل منهم، فلماذا لم يرتفع مستواهم؟ يعني لماذا هذه المقارنة مع العلم غالبية هذه المناطق أولادهم في السجون أو في أو هاجروا على الأقل؟ يعني أعتقد هذه المعلومات تحتاج إلى تدقيق. بالعكس، من المناطق الغربية وأنا متأكد أنه أعداد كبيرة من أبنائهم معينين في الأجهزة الأمنية يعملوا بأي اتجاه هذا أمر آخر، يعملوا تحت أمرة من لخدمة من هذا أمر آخر. ولكن يعني أنا شاهدت في تلك المناطق أثناء زيارتي في 2012 يعني ملامح رفاهية كبيرة في تلك المناطق من الموظفين وغيرها، وهم عينوا بالأجهزة الأمنية لمطاردة ما يسمون بالإرهابيين، هاي معروفة أيضا. فقصدي كان تقارير والمعلومات تأتي من النجف، ناس يعيشون على المزابل وناس بدون مأوى وفي الجنوب كله، وهي معروفة. فمستوى الفقر قصدي في ظل هاي الحكومة في الجنوب كان أكبر بكثير من الوسط والمناطق الغربية.
ولكن هو الخروج في مظاهرات يعني ليس معيار الرفاهية قصدي أصل أو الجوع. الخروج هو رفض للمنظومة السياسية والأمنية والحكومية. يعني الحياة والأمن في مناطق أربيل والسلمانية كانت لا تقاس ببغداد والمناطق الأخرى، ولكن الناس خرجوا في مظاهرات. إذن الرفض جمعي لمجموع فقرات العملية السياسية. أنا قصدي هذا عندما أوضح. فلهذا خرجوا في 52 مدينة وقرية في مختلف أنحاء العراق، وكان فعلا رفض وثورة شعبية، لكن كانت الأوامر من السفارة الأمريكية للسيد نور المالكي وأجهزته القمع والقمع. لهذا اعتقلوا ناشطين وعذبوا، ومعروفة قصصهم التي خرجت قتلوا الحقيقة. دعنا أستاذ وليد نتوقف بفاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في الجزء الأخير من الحلقة الأخيرة من برنامج شاهد وشواهد في هذا المشوار الذي كنا فيه مع الكاتب والباحث العراقي المعروف الأستاذ وليد الزبيدي. أستاذ وليد أهلا ومرحبا بك في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة. كنا قبل الفاصل نتحدث عن انتهينا قبل الفاصل عن تظاهرات 25 شباط 2011، ويعني كيف جرت وما هي تداعياتها وكيف وجهت التظاهرات. مثل ما تحدثت حضرتك قمعت بالحديد والنار، وكانت السفارة الأمريكية مثل ما حضرتك تحدثت تراقب هذا وتوجه باتجاه قمع هذا، لأنها كانت تشكل حتى مفاجأة كبيرة للأمريكان. والقوى السياسية تتحدث عن أن كل العراق وعلى الأقل الجنوب كله موالي لهم ولأحزابهم الذي يسمونها شيعية وإسلامية، وإذا بكل الجنوب يخرج في التظاهر ضدهم ويشتمهم ويطالب برحيلهم ويتهمهم بالفساد والخراب والسرقة. لكنها قمعت واعتقل ناس وقتل ناس. في نهاية عام 2012 بدأت التظاهرات في محافظات اللي سميت المحافظات المنتفضة، بدأت في الأنبار والموصل وصلاح الدين وكثير من المحافظات، وبدأت الاعتصامات. والاعتصام مثل ما نعرف هو خطوة متطورة متقدمة في التظاهرات في الرفض وتعبير عن الرفض. وكما أذكر حضرتك كنت يعني ربما مشارك في هذه في فترة من الفترات. كيف كانت هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات؟ لماذا خرجت بهذا الشكل؟ هل تتحمل هذه التظاهرات والاعتصامات هذه مسؤولية ما حصل فيما بعد من تهجير ونزوح وتدمير للمدن أم ماذا؟ في الواقع يعني لا علاقة بين النزوح والمظاهرات أو التدمير. عندما انطلقت المظاهرات طبعا لها أسباب، ولكن كانت ربما مفاجئة أكثر المظاهرات. أضر المقاطعة أستاذ وليد، هم يقولون البعض من الأبواق تتحدث أنه لولا هذه التظاهرات لولا الاعتصامات لما جاءت القوات الأمنية وضربت هذه المدن، ولما استطاع الإرهابيون الدخول إلى هذه المدن، هذه المظلة وفرت كل هذا. هكذا يتحدثون. نعم الكلام هذا ما به منطق يعني. نعم. لا يقبل عاقل. نعم. يعني أزعم أنه أنا متابع للشأن الاجتماعي في العراق في ظل الاحتلال. نعم. أنا كنت أعتقد بأنه لا يمكن أن تخرج مظاهرات بهذا الحجم ولا حتى بنصفها في هذه المناطق ضد الحكومة. يعني ما سميت لاحقا بالمحافظات المنتفضة بغداد والمحافظات الأخرى. نعم. ولكن المفاجأة أن 90% من الناس طلعوا ضد الحكومة، ولا يقولوا نريد إصلاح الحكومة بالمناسبة، يقولون تغيير العملية السياسية ومحاسبة ومعاقبة ومحاكمة المجرمين والسراق وهم من السلطة. نعم. وهذه كانت مفاجأة. ولكن يعني هذا الزخم من المظاهرات يمكن أن يذهب بأكثر من اتجاه. نعم. السبب أنه لم تكن هوية وطنية واضحة للمظاهرات.
وتكرست على أنها مناطقية وذات صفة طائفية. منذ المظاهرة الأولى، أول مظاهرة خرجت كانت في مدينة الفلوجة يوم الجمعة. نعم. الصورة يمكن أن تعطيك تصور عن طبيعة ما يجري. فكان على المنصة ظهر 24 شخص. ولماذا يظهرون جماعة؟ يعني لا نعرف. واستمر هذا التقليد. 24 شخص، فقط ثلاثة منهم ما نسميهم بالمدنيين، يرتدون مثلنا الآن وبدون أربطة. نعم. البقية توزعون بين علماء دين وشيوخ عشائر، ولا غبار على الناس. يعني ما العيب إذا كان رجل الدين يقود الناس، وهو هذا واجبه، يقود الناس المطالبة بحقوقهم. نعم، أنا أقول لا، يعني لا ضير في هذا. نعم. علماء دين وشيوخ عشائر، ولكن يعني في وقتها وفي ذلك اليوم، وتحدثت مع بعض المعنيين بالأمر، قلت المظاهرات عمل مدني، والمظاهرات عندما تنجح ونجحت في دول العالم تم التخطيط لها، أن يتم التخطيط بدقة. أنا حتى أصل إلى المرتبة الرابعة لازم أضع الأولى والثانية أتوسع بها والثالثة بحيث لا تنهار ما قبلها، وصولا إلى الرابعة والخامسة. هذا يقود الخبراء في الجانب المدني. يعني المدني سواء كان مدرس، أستاذ جامعة، أو إعلامي، أو سياسي، لا يحق له أن يصعد المنبر، وهو لا يصعد المنبر حتى يلقي خطوة، لأنه ليس اختصاصا. فقيادة المظاهرات كانت بهذا الشكل ليست صحيحة. ولهذا لاحقا ظهرت شعارات، وظهرت هتافات، وظهرت ممارسات حدت من فعالية المظاهرات. الأمر الآخر، بدأوا يرفعون شعارات نحن قادمون إلى بغداد. وسألت، أنا كان في الجزيرة مع أحد الوجوه البارزة في المظاهرات، قلت أنتم واضعين خطة أمنية وعسكرية لتأمين الذهاب إلى بغداد؟ وعندما أحرجته رد وقال والله إحنا بالأساس عشائر ما نعرف بهالأمور. طيب عشائر، أن تقول أستمع للمختصين بهذه المسألة. فكان يعني هذا التوجه في موضوع المظاهرات. وأنا ذهبت في الأسبوع الأول إلى ساحة الأنبار، كنت في الأردن ورحت وقيت أسبوع، وكنت أحاول، يعني التقيت بعض الشيوخ تجمعات، كنت أحاول أنه تكون قيادة المظاهرات بالاتجاه الذي يصل إلى هدفه الإيجابي والممتاز بها. يعني على سبيل المثال، ويجب أن يذكر أنه الكثير من المشاركين، أو عدد ليس بالقليل، هؤلاء كانوا مقاومة يحملون سلاح. فالذي يقتنع بأنه يرمي السلاح ويريد يغير بالاعتصام والتظاهر، يعني هذا وصل إلى يعني مرحلة عقلية وعلمية ومعرفية ممتازة. المهم إذن هو مو هدف السلاح، حمل السلاح، إنما هدف التغيير. واستمرت طبعا عندما يخرج يوميا ملايين في هذه المناطق، بمعنى ملايين رفضوا العملية السياسية والدستور، وقبلها ملايين خرجوا في كل العراق. وبعد أن قمعت هذه المظاهرات بدأت تظهر مظاهرات واسعة في بغداد والمحافظات الجنوبية، وهي رافضة للدستور والعملية السياسية. أليس هذا استفتاء شعبي عفوي بإلغاء العملية السياسية ومحاكمة المجرمين والسراق كما يطالب هؤلاء الملايين؟ فهذا الجو العام الذي حصل في مظاهرات عام 2013 التي استمرت سلمية، رغم بعد أسابيع قوات الحكومة، الجيش بأمر المالكي، هاجمت ساحات الفلوجة وقتلوا من الناس المتظاهرين، وبعد ذلك هاجموا في الموصل وقتلوا، وفي 23/4/2013 هاجموا الحويجة وارتكبوا مجزرة، وهاجموا جامع سارية في ديالة وارتكبوا مجازر، وغيرها كثير. رغم هذا، هذه الملايين
وما يمتلكون من خبرة قتالية هزمت القوات الأمريكية بقوا محافظين على سلمية المظاهرات لمدة عام كامل إلى أن هجم المالكي على ساحة الرمادي وفلتت الأمور كما يعرف الجميع. إذن المظاهرات ما كانت تريد إثارة فتن أو تريد أن تصل الأمور إلى الانهيار، يريدون حل. سنة كاملة وهم يمتلكون قادة مقاومة وضباط جيش سابق وأجهزة أمنية وينتظرون في الصيف الحار وفي الشتاء البرد، وصبروا على كل شيء. إذن يعني ما كان منهم خطأ، خطأ أنه يخرجون يرفضون هذه العملية السياسية ومن قائم عليها ودستورها ويطالبون بحقوقه. هذا الذي حصل. هل تتوقعون اليوم بعد اندلاع هذه التظاهرات التي فاجأتكم الآن، هل تتوقعون أنه الشعب العراقي يقدم على هذه الخطوة مرة أخرى ويطلع ويخرج في التظاهر مرة أخرى واعتصامات ويطالب؟ الأمور ساءت أكثر من قبل، الآن الوضع أكثر سوءا، أكثر خرابا، أكثر تدميرا، أكثر تمزيقا. يعني ما ثاروا عليه أو عارضوه أو خرجوا من أجل التظاهر الآن ازداد واتسع. هل تتوقعون أن الشعب العراقي ممكن أن يظهر وتظهر مثل هذه التظاهرات مرة أخرى، أم أن هذا أمر صار من الماضي؟ في الواقع يعني أمرين يشجعون على هذا. نعم، يعني أمرين مهمة. الأمر الأول مثل ما تفضلت أن الأمور تزداد والرفض الحقيقي يزداد أيضا ويتسع، وهذا يشجع. الأمر الثاني قيادة المظاهرات والتخطيط لها تحتاج إلى خبرة. يعني لو كانت مظاهرات صيف 2010 في البصرة والمناطق الجنوبية لو مخطط لها لمدة 6 أشهر على أن تندلع وكيفية تندلع ولا تكون مباشرة المواجهة مع الأجهزة الأمنية كما حصل في تجارب كثيرة من الثورات السلمية، أن تكون على مراحل إلى أن تكسب عدد كبير وتنهك المقابل إلى أن تصل إلى مرحلة أنه تجذب من الأجهزة الأمنية يأتون معك. لو كان مخطط لتلك المظاهرات بهذا الشكل وناس لديهم خبرة كان ما حصل أنه تقمع بهالسهولة. مظاهرات 25 شباط 2011 أيضا تعرضت لسوء التخطيط والإدارة أو عدم وجود تخطيط وإدارة، فقط اهتموا كم شخص يظهرون بوسائل الإعلام، ولكن الشعارات المآلات المرحلة مرحلة وين ما كانت موجودة. أنا عندما أنتقد هذه المظاهرات حقيقي بقصد أنه في حال أحد خطط أو راد أو كانت الظروف مواتية كما حصل في الاعتصامات أن يكون هناك تخطيط دقيق، لأنه المظاهرات ثورة سلمية أو القوة الثالثة يسمونها أو نوع من القوة الناعمة للتغيير لا يمكن أن تأتي بشكل عفوي. هي عفو الناس تندفع، ولكن يجب أن يكون هناك تحكم بمراحل خطواتها وين تريد تصل وكيف تتحرك. هذا ما حصل، ولكن باعتقادي أنه صارت خبرة عند كل الأطراف اللي شاركت واللي ساهمت، فممكن عاملين يلتقون ممكن أن تكون ثورة سلمية بهالشكل. أستاذ وليد، يعني بالحديث عن تجارب الآخرين، ربما يعني التظاهرات التي خرجت في 25 يناير في مصر كانت عفوية لكنها تطورت فيما بعد لحد إسقاط حسني مبارك ونظامه. هذا ما حصل حقيقة، بدأت عفوية، الناس خرجت من ضيم، من قهر، من سوء معاملة، من أوضاع معينة. في العراق الأوضاع متفاقمة بشكل كبير. البعض يقول أن القضية ليست في عفويتها، القضية في منع أطراف يعني جمهور كبير من عدم من المشاركة بها. يعني لدينا طائفية مسيطرة على الساحات فتمنع، وهذا ما حصل فعلا. يعني في 25 شباط التيار الصدري انسحب من التظاهرات بأمر من مقتدى الصدر، مع أنه أكثر الناس يعانون وفي مناطق سيئة وما سمي بالتحرير والعراق الجديد أوصلهم إلى حال هم في أسوأ حال. وأنت حدثت حضرتك على مناطق الجنوب في حال يرثى له الفقر والأمية والجهل والمرض. طيب، لكن هناك الطائفية ربما تمنع، وبالتالي تظهر جماهير معينة هي التي تتظاهر والباقيين كلهم يتظاهرون لأسباب أخرى.
وربما وعذرا للإطالة ربما شهدنا تظاهرات التي خرجت مليونية ودخلت إلى المنطقة الخضراء لتطالب بماذا وبنداء واحد تخرج وقضية غريبة عجيبة والبوصلة غير معروفة والهدف غير معروف وإذا بك تصاب بخيبات أمل كبيرة كبيرة وكأنهم يريدون أن يقولون لا تعول على الشعب لا كذا الأمور. دكتور حقيقة أنا لدي معلومات أنه شباب مصر كانوا يخططون للمظاهرات قبل أشهر طويلة وما كانت الاندفاع عفوي ولكن كانت هناك تخطيط لكل شيء للشعارات للمراحل وحققت أهدافها. وأيضا الظرف في مصر وفي كثير من الدول الأخرى يختلف عن ظرف العراق. يعني مظاهرات 25 شباط 2011 كان يعني إلا إذا فلتت الأمور، الأمريكان لا يسمحون بانفلات الأمور في ذلك الوقت حتى إذا قتلوا ناس. لماذا؟ لأن كان في ذلك الوقت 140 ألف أمريكي في العراق باقي يعني ويخططون للانسحاب بهذه السنة، هل يسمحون قوات أمريكية وطيران أن توصل الأمور للانفلات التام ويعرفون موقف العراقيين من الجيش الأمريكي؟ الأمر الثاني نضج عملية سياسية لصالح الحكومة الإيرانية. نعم. وقوتيا العسكرية في العراق هي إيرانية وأمريكية، لن يسمحوا بذلك. رغم هذا كله كان الخروج هو انفجار بسبب الضغوط كما قلنا في 52 مدينة. وبعد أن طالت بدأ اللعب على أطراف، هذا يأتون به وذاك يأتون به، لو كانت المخطط لها وقيادات وطنية صرفة والناس ارتبطوا بقيادات المظاهرات وليس بزعامات مشاركة بالعملية السياسية لكان الأمر يختلف. السلبيات اللي صاحبت ساحات الاعتصام أنه تكرست مناطقية طائفية، يعني لو كان هناك عمل أن تثور نفس المحافظات في الجنوب وتكون اعتصامات لكان الشكل يختلف. فالقصد من هذا طالما أن نفس الظروف السيئة وتسوء حضرتك تفضلت بها ما زالت وستستمر وأصبحت تجارب لدى القيادات المدنية الشباب من يريد خلاص العراق، فهذا عامليا التجربة والضغوطات موجودة ممكن تنضج مظاهرات. في النهاية أستاذ وليد أريد أن أسألك سؤالي الأخير وأتعبتك معي طوال هذا المشوار، يعني للخلاص وأنت جئت على كلمة الخلاص، لخلاص العراق والعراقيين من كل هذا، وأنت رجل باحث ومناهض للعملية السياسية وللاحتلال ولما صار في العراق طوال هذه السنوات، لهذا الخراب الكبير والتدمير الكبير، ما هو شكل الخلاص؟ ما هي عوامل الخلاص الآن للعراقيين؟ هل هناك إمكانية لخلاص العراقيين من كل هذا الذي حدث طوال هذه السنوات، هذا الفعل التراكمي من الخراب والتدمير والتمزيق؟ في بداية الاحتلال وبعد أن تكرس وجود حكومة كان يطرح هذا السؤال في ذلك الوقت، الأوضاع الإقليمية والدولية كانت تختلف، فكنت خلاص العراق يتم بالخلاص من ثلاث جهات أو ثلاث أطراف، هو الاحتلال والعملية السياسية والأجهزة الأمنية، وكان هذا الأمر يبدو صعب جدا. الآن الأمور تداخلت في العراق وتداخلت في المنطقة وتداخلت في العالم. قبل كان تحالف بريطاني أمريكي ضد العراق، الآن جوار العراق تداخلات متناقضة، لا تفهم متى يكون تحالف إيراني تركي في سوريا، تحالف روسي تركي الذين كانوا قبل يومهم على خلاف، تحالف أمريكي فرنسي. فالتحالفات حقيقة القراءة أعتقد إذا أردنا بالتمني فإن شاء الله العراق يتخلص من هذا العمل السياسي السيء وكل من يسيء للعراق، ولكن هناك أطراف دولية وأقليمية ما زالت تريد إبقاء الأوضاع سيئة في العراق، وهذا حقيقة أمر مؤلم. في النهاية المآسي الكبيرة تزول بالتأكيد، يعني لن تبقى لن تستمر المآسي الكبيرة والمؤلمة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد، أتعبتك معي في هذا المشوار
كان ممتعا وكان مفيدا جدا، وأعتقد أن هذه الحلقات ستكون إضافة في ترسيخ مفهوم لتوثيق تاريخ مرحلة معينة مهمة جدا في حياة العراقيين وفي حياة العراق. أنا أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى، تعبتك معي، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. كانت حلقات ثرة، كان ضيفنا وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي الكاتب والباحث السياسي المعروف، قد تحدث لنا طوال هذه الحلقات عن رؤيته، عن مشاهداته، قدم شهادته في أيام عصيبة نعيشها، عشناها من عام 2003 وما زلنا نعيشها. أستودعكم الله، وأملي أن ألقاكم في مشاوير أخرى. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.